الو الو بابا، شو صاير؟ مين اللي قوص عليك؟ انت منيح؟ لا تخاف ابني، انا منيح. هاي شغلة آل ديمير. هيك الظاهر. انا هلا على الطريق جاي لعندكم ورح وصل على المطار. لا تجي، عم تفهم؟ كيف يعني ما اجي؟ ما بصير، انت طلعت من السجن ولسه ما شفتك. رح حل المشكلة اللي هون وارجع على اسطنبول بعد كام يوم. خليك عندك ولا تمشي بلا حرس. بكل الأحوال هي جماعي، انتبه على حالك. طيب بابا طيب، بس خبرني شو يلي بيصير معك ولا تطول. طيب ابني طيب، يلا. مع هيك بتنتبهوا منيح، الوضع كتير سيء فورال. شو في؟ في حدا قوص على عزيز توبراك وتصاوب الرجال اللي معه. ايه كتير حلو هاد الخبر، بس هن رح يحملونا المسؤولية خاصة لإلك. طيب شو بدك يعني أعمل؟ فيك تاخد الأمور بجدية شوي؟ شو بدك أمي؟ ما عم بفهم عليكي. إذا أجا لحتى يحاسبني بقول له أنا ما دخلني ومننتهي. على الأغلب نسيت لقائك الأخير مع عزيز. أنا ما نسيت أي شيء، بس الظاهر أنت نسيتي اللي قلت لك إياه. أنا ما خبرتك؟ عزيز ما بيقدر يساوي لي شيء. طالما هو ما عرف لسه باللي صار مع ناز، مستحيل يقتلني، وحتى رح يساوي كل شيء لحتى يخليني عايش. أنت مو معقول، وكل هالراحة يلي أنت فيها ما عم أفهمها أبدا. بتشوفوا مين الرجال اللي رح تتزوجوا هازال وبتلاقوه فورا وبتبعتوا لي خبر. ما بدي أي حاجز بيني وبين هازال. على راسي. لسه لهلا ما فايت؟ لا لسه، ما حدا بيعرف قديش هي تعبت وتوترت بتحضيرات العرس، ولهيك لسه نايمة لهلا. غريبة والله. هي منيحة؟ أنا بتششمة، يعني فيني إجي المساء؟ لأني قلقت. برأيي لا تجي، يعني إذا بدك تجي فروح عبيتك. أو ليش؟ زينب والبقية رح يجوا ورح نسهر بنات لحالنا، يعني خد راحتك وانبسط. كيف بدي انبسط؟ الآن على هزال. لا تقلق، بلا ما تضايق البنت. شو هالحكي الفاضي؟ اشتقت لها ليش لحتى ضايقها يعني؟ بكرة بتشوفها. طيب ماشي، مو مشكلة، بكرة بشوفها، بس لما تفيق خليها تتصل فيه. بلا ما ينشغل بالي. برأيي بس اشرب الشوربة هلأ، وكمان لازم نعلق لك سيروم لأنه وضعك مو منيح أبدا. خليه يأكل هلأ وبعدين بتعلقي له السيروم. الحقيقة عمي عزيز، أنا عم فكر روح، ما عاد في داعي. شبك أنت ليش مصر على الروحة؟ ما رح خليك تروح على أي مكان، رح تكون ضيفي هالليلة. الله يكتر خيرك، بس والله أنا منيح صح؟ صحتي ممتازة. ما في تروح على مكان، وانتهينا. اتصل وخبر يلي بالبيت منشان ما ينشغل بالهم. أنا اتصلت بالبيت، بس عندي أخي وخطيبتي هازال، أنا ما خبرتهم عن إصابتي مشان ما يقلقوا وينشغل بالهم. كتير منيح. إيه وإمتى رح تساوي العرس؟ إن شاء الله بعد 3 أيام، يعني رح نساوي كتب الكتاب بحارتنا وحفلة صغيرة. يعني العرس قريب. بتمنى تشرفونا أنتو كمان. والله كنت ناوي روح على اسطنبول، بس ببقى من شانك، كتير حابب شوفها لكنتنا واتعرف عليها. الله يخلينا ياك، بتشرفنا. خير ان شاء الله يا حافظ. دورنا بكل مكان معلم، وهلأ وصلنا له. اجا عم مستوصف بسفر إيثار. منيح، الموضوع عندك هلأ. ماشي يا معلم، تمام. شو صار؟ لقوا؟ ايه، واخيرا لقوا. مين هو؟ بعد شوي منعرف هالشي. يلا كلوا. اهدى ولا تخاف منه، تعال بس بدنا ندردش شوي. مم.
جنيد، بتلاقي زلمتك بأسرع وقت. أكيد عزيز عم يدور عليه وممكن يلاقيه. استعجل ولا تضيع وقت، فهمان؟ لحق عليك، أنت غلطت سنان. قلت لك اترك كل شي ورا ظهرك واشتغل مع أخيوس، بس شو عملت؟ اشتغلت شغل أكبر منك مع كم رجال فاشلين. ممكن تسكتي؟ ولا حرف. ادعي ربك جنيدي مسكو، وإلا أمك رح تقتلك قبل عزيز. طلع فيني مثل ما لك شايف، انا رجال كبير. ايه فلا تعبني. انت كلب مين؟ قول بسرعه. يلا احكي لاشوف مين الواطي اللي حاول يقتلني. بيقتلوني، ما فيني اقول، بيقتلوني، بيذبحوني. مظبوط، هن رح يقتلوك وانا ما رح اقتلك، بس صدقني الشغلات يلي حاعملها فيك رح تخليك تبوس رجلي وتترجاني مشان قتلك. قول انت كلب مين ولك؟ ما فيني، ما فيني. قول ولك. سنان، سنان ديمير اوغلو، سنان ديمير اوغلو استأجرني. سنان ديمير أغلو، سنان. بالحقيقة أنا كتير معجبة بشجاعتك. كيف بتداهم بيتي؟ لا يعني خلينا نقول انه عم نرد للزيارة. بس ما بذكر اني عملت لك زيارة. مو انت اللي بعتي ابني سنان؟ وانا اعتبرته انت، بالنهاية هو ابنك، ولهالسبب من واجبي اني رد الزيارة. بس كأنه هالزيارات كتير كتراني، وانا كمان ما بتمنى اني شوفك كتير. وبعدين سنان ما سواها، شو بيعرفك انه هداك الرجال ما عم يكذب؟ مو معروف لا اصله ولا فصله. اخ يا جنان اخ، انت مرة كتير ذكية وبتحسبيها صح، وما بيطلع منك هالاكاذيب البسيطة. كتير بتشكرك على مجاملتك، بس انا ما ساويتها. واذا قررت اني ساوي اللي عم تقلي اياه، وقتها انت ما كنت عايش. انا ما بترك شغلي ناقص. مثل يلي انتو ساويتوه باختناز. انت غريب، مو معقول عنادك واصرارك انه ما تصدق. فهم رجاءا، اختك ناز دارت ظهرها وتركتنا وراحت، خاصة تركت ابني يلي كان يعشقها موت. نفس الاكاذيب، نفس الأكاذيب، نفس الأكاذيب. زيارتك المفاجأة ما بتعجبني بنوب. يلا روح بقى. لو سمحت. ماشي. باليوم اللي بتعطوني فيه اختناز، ميتة ولا عايشة، ما عاد تشوفيني ولا تخليني شوف وشك، أو ممكن كون آخر إنسان تشوفيه بحياتك.
شو بدي أعمل مع هالمصيبة. خلص سنان اهدى بقى، راسي صار يفتل. أمي اسمعيني لو سمحتي. يا ترى فكرت شو ممكن يصير مع فورال بسبب غبائك؟ ها؟ كان ممكن عزيز يقتله، فهمت؟ قديشك غبي وما بتفهم؟ شو يلي كنت عم تفكر تساويه بعقلك الصغير؟ شو كان بدك أعمل؟ شو أعمل؟ ضل عم بستنى ليجي ويقتل أخي؟ كل يلي ساويته كان بس مشان أحمي أخي، عم تفهمي علي؟ شوف، قسماً بالله إذا بترتكب غلط تاني ما برحمك يا سنان، بحرقك من دون ما أتردد. هلأ سكر إيدك وخد نفس عميق. وجعتك؟ والله بصراحة ما فيني أقول إنه إيدي خفيفة فلا تواخذيني. أنا آسفة، إذا احتجت لأي شيء بس اضغط على رقم 1 بالتليفون. شكرا. أنا حطيت لك مسكن آلام بالسيروم بخليك تنام وترتاح. بعتذر إذا ضايقتك بكلامي. لا ولا يهمك، أنا أساساً متعود على هالكلام. لا هالشي بيهمني، أنا ما كنت بعرفك بس عندي فضول أعرف. شو؟ ليش عملتها؟ يعني مشان شخص ما بتعرفه عرضت حياتك للخطر؟ ليش؟ شو بيعرفني؟ أنا فكرت إنه هيك الصح ومتعود إني اندفع على هيك أمور. وبدك الصراحة إذا تكرر الموقف مرة تانية قدامي بساويها. غريب. ليش؟ شو الغريب بالقصة يعني؟ أي حدا مكاني كان سواها مو هيك؟ ما بظن بنوب، حتى أنا كنت مفكرة إنه يلي مثلك بس موجودين بالحكايات. لا مو لهالدرجة دكتورة، ما في داعي تبالغي لهالدرجة، لأني بالنهاية مجرد صياد سمك مسكين وبس. ماشي يا صياد كينان، يلا ارتاح هلأ، تمدد. يلا يلا يلا, يلا. والله ما راح أقول لا. شكرا لك. كنان كنان كنان، شو سويت بحالك؟ يلا تعالوا لهون، شو عم تسووا عندكم؟ اركضوا بسرعة. شو انتو كنتوا نايمين يا أغبياء؟ كنان ليش قمت عن تختك؟ إيجا نبضه كتير منخفض، يلا حملوه فوتوا لجوا بسرعة. ما سمعتوا؟ حملوه بسرعة فوتوا لجوا. آخ يا ابني تحمل شوي. لك ليش هيك ساوي؟ لك ابني مو معقول، شو هالعناد اللي عندك؟ مو اتفقنا تبقى الليلة عنا؟ يا ربي حسيت اني منيح لهالسبب قمت عن التخت،
ايه شفنا، يكون بعلمك راح احط رجال على باب الغرفة ليخبرني اول ما بتتحرك. طول بالك عمي عزيز، مو لهالدرجة. لا لهالدرجة، يلا نام بقى. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. لازم تشرب كتير سوائل وممنوع تطلع برات الغرفة. وكيف بدي اطلع؟ ابوكي حط رجال على الباب وبنته فوق راسي، كأني بالحبس والله. انت بتستاهل هالشي. هلأ لو سمحت حاول ترتاح، تعرف رح شغل لك غنية. ماشي. شو هالحالي هاي؟ لا مو هاي، يلي قبلها. هاي؟ لا الغنية اللي قبلها. هاي؟ ايه هاي. راح أتركك لترتاح. شكرا لك. Şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Düşman ki geri dön, beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki geri dön. Beni sev, dön diyemem ki. بتشكرك على كل شيء، تعبتك معي. خال، انت وعدتني، عم بستناك بالعرس ها؟ رح نجي ابني، بس انت كمان انتبه على صحتك. إذا ناقصكن شي خبرني. الله يخلينا ياك وما يحرمنا منك، كل شي تمام، ناقصنا وجودك. بكفي إنك تجي على العرس. ماشي، جاي. وهذا وعد. أنت هلأ نام وارتاح، ولما أتصل فيك بترد على اتصالاتي. عزيز، أمي ملاك، شو الأخبار؟ إن شاء الله أنت منيحة. هدول مين؟ يلي راحوا قبل شوي. يلي بالسيارة، الخال عزيز وبنته. نحنا تقابلنا بالصدفة، إذا خبرتك ما رح تصدقي. هن كانوا بيعرفوا المرحوم أبي. وليش إجوا؟ مو قلتلك هن بيعرفوا المرحوم أبي وكانوا مارين من هون، فعملوا لنا زيارة ودردشنا شوي. بس رح أعرفكن على بعض، دعيتهن على العرس وعدوني انه رح يجوا، والخال عزيز رجال طيب. شو صار لك فجأة؟ انتي منيحة؟ نزل ضغطك شي؟ تعالي معي رح شربك مي. لا انا منيحة، عندي شغل. يلا بشوفك. هزال بالبيت؟ بالبيت انت روح، بعدين بجي. انتي منيحة؟